عاجل علاقة مناورة حماة النيل بضرب سد النهضة، وعاجل تصريح استفزازي خطير من مسؤول بناء سد النهضة سيهلك إثيوبيا قريبا، وتوقيع اتفاقية ضخمة بين روسيا ومصر ننشر لحضراتكم التفاصيل، وهجوم حاد من إعلامي مصري على الممثل محمد رمضان، وجريمة مرعبة في مصر قام بها شاب ننشر لحضراتكم التفاصيل. صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا هيفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل علاقة مناورة حماة النيل بضرب سد النهضة. أكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة نادر نور الدين إن مناورة حماة النيل كانت رسالة رادعة للجانب الإثيوبي، وإن إثيوبيا أدركت إن مصر لن تفرط في قطرة مياه واحدة. وقال إذا ارتفعت المياه أكثر من اللازم في السد ستؤثر بشكل سلبي على الجزء الأيمن الذي لم يكتمل في سد إثيوبيا. وضح أن الجانب الأيمن في السد به مشاكل مما يجعلها لا تستطيع تخزين المزيد من المياه، وأضاف إثيوبيا تخزن المياه وفق التقدم في بناء السد، وفي حال ارتفاع المياه سوف تهاجم الحاجز الأيمن في السد وتتسبب في أضرار جسيمة، إذ تم التوقف عند ارتفاع 12 متر من الحاجز المتوسط، مما يجعل إثيوبيا تتمكن من حجز 6.5 مليار متر مكعب هذا العام، بالإضافة ل 5 مليار متر مكعب في العام الماضي. أضاف نور الدين أن بحيرة السد تسمح باستيعاب أي كمية من الفيضان، كما أن بحيرة السد العالي لديها القدرة على استيعاب أي كمية قادمة من الفيضان، كاشفا أن حصة مصر المائية ستنقص في حدود 3.5 مليار متر مكعب وفقا لما تقوم به إثيوبيا. شدد إن إثيوبيا لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية للأنهار، كما أنها لن تستطيع إنتاج الكهرباء من سد النهضة. أشار إن مصر ربطت مع السودان لإمدادها بالكهرباء اللازمة. المصدر معنا كان من المصري اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا مناورة حماة النيل كانت رسالة واضحة ورادعة للجانب الإثيوبي، لعله يعني يتعظ ويرجع في كلامه ويرجع لمائدة المفاوضات، والموضوع يتحل بشكل ودي بدل ما على رأي اللواء محمود خلف يعني سد النهضة يخرج من الخدمة في خلال يعني أقل من 60 دقيقة. هذا الأمر يعني بالنسبة لمصر سهل جدا، مش محتاج قصة ومش محتاجة حرب زي ما الناس بتقول احنا هنخش مع حرب ومش محتاجين تعبئة عامة، لا الموضوع سهل جدا يعني مش محتاج قلق خالص يعني. بس المشكلة ان اثيوبيا مش عارف ايه اللي يعني مخليها ماشية كده بدون ما تدي لمصر اعتبار ولا حتى عاملة اعتبار للسودان. اترك لحضراتكم التعليق. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا نخش على الخبر التالي. تعالوا نشوف تصريح استفزازي خطير من مسؤول بناء سد النهضة سيهلك اثيوبيا قريبا. انا هقول لحضراتكم يعني التصريح الاستفزازي من مسؤول بناء سد النهضة ثم هعلق على هذا الخبر. في مسؤول كبير عن مشروع سد النهضة قال ان المصريين بيتصرفوا كأن النيل يتدفق من بلدهم لإثيوبيا. واضاف رئيس شركة وورلد بيس انترتينمنت غيتانا كيبيدي في تصريح لوكالة الانباء الاثيوبية رسمية ان استكمال المشروع التاريخي لسد النهضة الاثيوبي الكبير سيجعل هذا الجيل فخورا، حيث وصل بناؤه الاجمالي الان الى اكثر من 80%. أضاف ما يجعلني سعيدا في هذه اللحظة هو أن السد يقترب من الاكتمال، وتعقيبا مني صغير اقترب جدا على ضربه، دعونا نكمل، والآن واجبنا أن نكمله بالكامل لأطفالنا وللجيل القادم. أشار أن الإثيوبيين يفتقرون إلى الاتجاه نحو الترويج المناسب لموارد البلاد الوفيرة لصالح شعبها،
وأضاف بسبب نهجنا السلبي تصرف المصريون كأن النيل يتدفق من مصر إلى إثيوبيا، واعتبر أن سد النهضة بالنسبة للإثيوبيين هو رمز وعلامة على الاعتماد على الذات وقوة الوحدة، وهو أيضا بيان عن إلغاء جدران الاستحالة. وقال إنه سيتم إجراء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي الكبير في شهر يوليو وأغسطس 2021. مصدر معانا كان من RT. RT نقلت الخبر أو التصريح من وكالة الأنباء الإثيوبية. تعليق صغير مني على المسؤول عن بناء سد النهضة، أحب أقول لحضرتك إن النهر ده يعني مش أنتوا اللي صانعينه، يعني النهر ده مش مصانع إثيوبية، أو إثيوبيا قامت بصناعة سحب فالسحب دي أمطرت، فبالتالي يعني المياه اللي جاية مش هتبقى للمصريين، دي هتبقى للإثيوبيين بس خالص. نهر النيل ده من آلاف السنين قامت عليه الحضارة المصرية بداية من الفرعونية حتى الآن، فيعني حضرتك مش هتيجي دلوقتي وتقول لي أصل النهر مش بيجري من مصر لإثيوبيا. نهر النيل حق تاريخي لمصر والمصريين، وزي ما قالوا المسؤولين في مصر إن إثيوبيا تاخد قطرة مياه من نهر النيل ده غير مسموح، هتفضلوا ماشيين في المسار التعنتي واللي هو لا انا هملى السد، يعني هملاه في شهر يوليو واغسطس. انتظروا الرد، وانا واثق جدا جدا في قيادة سياسية وفي حلها لهذا الملف بكل بساطة، كما نقلت من قبل عن تصريح اللواء محمود خلف ان مصر قادرة بكل بساطة وبدون يعني تعب خالص ان احنا نطلع السد من الخدمة في خلال 60 دقيقة. ننتقل لخبر آخر وتوقيع اتفاقية ضخمة بين روسيا ومصر، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وقعت شركة روس سيتي الروسية اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية السويدي إلكتريك، تهدف إلى إقامة تعاون استراتيجي لتطوير مجمعات شبكات الكهرباء في مصر وروسيا ودول أخرى. وحضر التوقيع من الجانب الروسي المدير العام للمركز العلمي والتقني التابع لشركة روسيتي FGC UES فلاديمير خرياتونوف، ومن الجانب المصري وزير التجارة رئيس القسم التجاري في السفارة المصرية في روسيا ياسر مصطفى. وبحسب البيان المشترك فإن الطرفين سينظران في إمكانية العمل المشترك في المشاريع المتعلقة ببناء وتحديث مرافق شبكة الكهرباء في جمهورية مصر العربية ودول أخرى، بما في ذلك مشاريع خطوط نقل الطاقة بين البلدين، وكذلك مخططات توصيل الكهرباء بقدرة توليد عالية. من المخطط أيضا التعاون في مجالات تطوير وتطبيق التقنيات المبتكرة وإصدار شهادات الترخيص واختبار المعدات الكهربائية. من جانبها أعلنت شركة السويدي إلكتريك أنها قد تتعاون مع شركة روس سيتي بعد أن وقعت الشركتان مذكرة تفاهم على هامش منتدى بيترسبورغ الاقتصادي الدولي الأسبوع الماضي. المصدر معنا كان من سبوتنيك وبعض الوكالات. ننتقل لخبر آخر وهجوم حاد من إعلامي مصري على الممثل محمد رمضان. قال الإعلامي المصري أحمد موسى إن الممثل محمد رمضان خرج علينا بمقطع فيديو مستمر يتحدث فيه عن قيام الدولة بالتحفظ على أمواله، أشار إن رمضان مدلس وكذاب. أضاف الإعلام أحمد موسى في برنامجه على مسؤوليتي المذاع على صدى البلد: محمد رمضان مدلس وكذاب، وبالفعل تم الاتصال بمحمد رمضان من البنك وقيل إنه ورد للبنك حكما قضائي واجب النفاذ لورثة الطيار أشرف أبو اليسر بمبلغ 6 مليون جنيه. أحمد موسى تابع وقال البنك لم يتحدث عن التحفظ عن كل أمواله مطلقا، وباقي أموال محمد رمضان متاحة له. أضاف الجريمة التي ارتكبها محمد رمضان بترويج شائعات بأن الدولة تحفظت على أمواله، وأكمل: محمد رمضان قام بالتشهير بالبنوك المصرية والإساءة لها والاقتصاد المصري، ولماذا لم يذكر أن البنك تحفظ على مبلغ 6 ملايين جنيه فقط؟ أضاف ما قاله محمد رمضان يستحق العقاب لأنه روج شائعات وعمل على ضرب الاقتصاد القومي. الإعلام أحمد موسى لفت أن محمد رمضان تسبب في موت الطيار أشرف أبو اليسر، والراجل ده مات من الحسرة. أضاف: محمد رمضان اتهم الدولة والدولة لا علاقة لها بهذا الأمر، وأي شيء له علاقة بالتحفظ على شيء
الأحكام القضائية فقط. المصدر معانا كان من بوابة أخبار اليوم. طبعا محمد رمضان حقيقي ارتكب جريمة في حق بلده، هو كده يعني بيوصل رسالة للناس، لا ما تحطوش فلوسكم في البنوك، حطوها في بيوتكم أفضل. دي الرسالة بتاعت محمد رمضان للناس اللي بتتابعه. طبعا شيء يعني مستفز جدا، لأن البنك تحفظ على 6 مليون جنيه فقط حسب كلام الإعلامي أحمد موسى. ننتقل لخبر آخر، وجريمة مرعبة في مصر قام بها شاب، وأقدم شاب سلاسيني على قتل والده ووالدته ونجلي شقيقته، وتسبب بإصابات بالغة لشقيقته، واعتدى عليهم جميعا باستخدام ساطور وهم نيام داخل المنزل جنوب محافظة سوهاج المصرية. وبحسب الشرطة المصرية فقد تلقت بلاغا يفيد بقيام شاب بالتعدي على أسرته باستخدام ساطور، ما نتج عنه وفاة والده ووالدته وطفلين، وأصاب شقيقته بإصابات متفرقة بالجسم وحالتها العامة سيئة. تم ضبط المتهم وفرض طوق أمني بالمنطقة لمتابعة الحالة الأمنية. بالفحص تبين من خلال التحريات قيام شاب سلاسين العمر بالدخول للمنزل بناحية قرية أولاد حمزة جنوب محافظة سوهاج، وبحوزته سلاح عبارة عن ساطور، قام بالتعدي على والده البالغ من العمر 70 سنة، ووالدته البالغة من العمر 55 سنة، وطفلين مما نتج عنه وفاتهم في الحال. وقام بالتعدي على شقيقته ما نتج عنها إصابات بجروح بالغة الخطورة بكافة أنحاء الجسم. حسب التحريات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو في حالة هياج. وأشارت التحريات الأولية وشهادة الجيران بأن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وهو ما أقرته زوجته، وأنه دائما الهذيان بكلمات غير مفهومة. وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات. المصدر معانا كان من اليوم السابع. طبعا يعني ان حد يعمل كده في اهله ده شيء يعني صعب جدا، ممكن يكون فعلا يا اما مريض نفسي مجنون، او يعني حاجة بعيدة جدا يكون مثلا معمول له سحر، بس الحاجات دي يعني ما بيبقاش موثوق فيها بنسبة 100%. سننتظر التحقيقات ونرى ماذا سيحدث، وربنا يرحم أهله إن شاء الله ويصبر يعني الناس اللي بتحبهم. وإذا كان الشاب قاتل لأهله يعني سليم ذهنيا، فيجب يعني تطبيق أقصى عقوبة على هذا الجاني. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى ما كنش تقيل على حضراتكم، وما تنسوش تتابعوني باسم مصر ميديا اي بي على الفيسبوك واليوتيوب. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.